المحكمة مشكورة عملت على تأجيل القضية بعد ما يعني واحد الجلسة ماراثونية اللي دامت كما لاحظتي وكثر من تقريبا 4 ساعات ونص تقريبا. تأخر الملف في الجلسة 3-2 لإتمام المناقشة ويعني وهذاك السبب اللي كنا كنقولوا هما الطرف الآخر دلوا بالحكم. هذاك الحكم خصنا نشوفوه، وطلبنا استدعاء الشهود ترفضت، ولكن المحكمة تأخرت الملف الآن لإتمام المناقشة في جلسة 3-2. وهذا راه الأمور كانت باينة منطقيا، هذا الشيء اللي خصو يكون، لأن مادام أن القضاء الأسرة حكم باش دار الخبرة الجينية خص شوية ديال التاريوت. وأكيد إن شاء الله أنا أتمنى أن الطرف الآخر كما قال أنه يحترم الأحكام القضائية ويحترم القانون، أنه يعمل على يعني الامتثال لمنطوق هذا الحكم. حنا إن شاء الله ابتداء من الغد غادي كأصحاب مصلحة نربطوا الاتصال بالجهة التي أسندت إليها هذه المهمة في إطار التنسيق مع المحكمة والنيابة العامة باش نجرى الخبرة الجينية على الطفلة نور في انتظار تجرى على الطرف الآخر اللي هو مطلوب في الدعوة. تا حاجة ما تلغات، الحكم منطقات به هيئة قضائية مستقلة يعني أسسته على واحد العديد ديال الأمور وبيناتها في المنطق اللي شفناه الآن دلوا به هما، وبقى فيه الجلسة في شهر 3. وبالتالي حنايا مع أنه مع احترام قرارات المحاكم ومع احترام حرمة الأحكام القضائية، وبالتالي إن شاء الله غادي نعملوا على التنفيذ. والجلسة المقبلة في هذا الملف هذا غادي نجيو باش ندافعوا على قرينة البراءة، وغنبينوا للمحكمة بأنه كل ما نسب إلى ليلى في هذا الملف كان بهتاً وزوراً أريد به باطل، حق أريد به باطل من أجل قطع الطريق عليها في إثبات النسب، في إثبات النسب بالنسبة لطفلة نور. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.